نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالتعاون مع كنيسة القلب المقدس الكاثوليكية اليوم فعالية متعددة الأديان باسم البحرين أرض السلام، وشارك في الدعاء الجماعي ممثلون عن مختلف الأديان، والذي شمل ممثلين عن مختلف الكنائس المسيحية والديانة اليهودية والهندوسية والسيخية، إضافة إلى الجمعية البهائية الاجتماعية، والذين دعوا الله أن يجعل مملكة البحرين دوما أرضا لسلام، وأن يسدد خطى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وأن يديم على جلالته موفور الصحة والسعادة لتحقيق مزيد من الإنجازات المتواصلة. وفي كلمته الترحيبية أكد سعادة السيد علي عبد الله العرادي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أن مملكة البحرين أنموذج تاريخي يحتذى به في التسامح الديني والثقافي، ومنارة للتعايش السلمي والأخوة الإنسانية في ظل الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدا أن هذا النهج هو ما جمع هذا العدد الكبير من الديانات والطوائف تحت سقف واحد للدعاء لمملكة البحرين بالمزيد من الرفعة والتقدم. من جانبهم أعرب ممثلو مختلف الأديان في كلماتهم عن تقديرهم لروح التسامح والتقارب والتعايش الأخوي في مملكة البحرين أرض المحبة والسلام، وتواصل دورها الريادي في كفالة الحقوق والحريات الدينية لجميع الأديان والطوائف والمعتقدات في ظل الرؤية الملكية المستنيرة وتحضر المجتمع البحريني وترابطه بجميع مكوناته، متمنين للمملكة دوام الأمن والسلام والتقدم والازدهار والمحبة بين الجميع. إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن نشارك كمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في تنظيم ورعاية هذه الفعالية، فعالية دعاء مملكة البحرين من أجل السلام. وقد صراحة شارك في هذه الفعالية إن كان في الدعاء أو في الصلاة نخبة من ممثلي مختلف الأديان والمذاهب في مملكة البحرين، والذين قدموا دعائهم في أن تظل البحرين دائما منارة للسلام، وأن تكون البحرين دائما منارة لنشر التسامح والاعتدال والوسطية، وكذلك دعائهم إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة راعي هذه النهضة الحضارية وراعي السلام. لدينا العديد من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي مختلف المذاهب والأديان، ونحن ممتنون بالمشاركة والاجتماع في هذا المكان من أجل الصلاة مع بعضنا البعض، متأملين في الوضع الحالي وأن يعم السلام حول العالم. نتمنى أن تتحقق رؤية جلالة الملك المعظم حول السلام والتعايش السلمي، وأنه من دواعي الامتنان أن أكون مقيما في مملكة البحرين مع عائلتي منذ زمن طويل، ولا يسعني القول سوى أن مملكة البحرين هي بلد السلام. نحن من مجتمعات مختلفة اجتمعنا هنا للصلاة لرب واحد، وبالطبع سوف يستجيب لصلواتنا، وأتمنى النجاح لمبادرات المملكة المتعلقة بالتعايش بين الناس.